وحشتك قوي 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 يا سيدي. وانا كمان توحشتك. الله يرحمك يا ابوي، كان نفسه يشوف ولدي وهو راح ما شافش ولدي. حقك علي منصور، سامحني يا ولدي، سيبتك من غير لا ظهري ولا سند. ما تقلقش يا سيدي، انا ظهري وسنده حد ما ربنا يلم شملنا من تاني. جدها وجدود يا حاجة، عشان تعرف اني جده وانك اتجوزت مره بميت راجل. انا كلمت ابو لغم عشان ما يقتل ود الهلالي، ورحت له وتشمت فيه كمان. رحت لمين؟ ود الهلالي. ايه اللي خلاك تعملي كده؟ كيف تروحي لي وتخليه يعرف شكلك وفصلك ووصلك؟ غصب عني يا سيدياب، نار التار كانت قايده جواي، ما فشيتش غلي غير لما رحت له في حبسته وتشمت فيه كمان. وبعدين ما يعرف شكلي، ما هو ميت ميت. اللي عملتيه ده اكبر غلط وكفايه لحد كده. يعني ايه؟ يعني تطلع برا الموضوع، ده تاري وانا اللي كفي لاخده. واه، تنسيت انه قتل محروس اخوي؟ يعني طار انا كمان ولا يمكن اهم الواصل؟ كفايه لحد كده. ووعاكي اسمع انك هوبتي ناحيته تاني، فاهمه ولا لا؟ فاهم، فاهمه يا سيدي. الا بالحق انا جبت لك نصيبك من ايراد البضاعه. الله يرحم اللي راحوا، الكلاب ما كانوش يستجروا يعملوا كده قبل سابك. انسى انسى يا سيدي. المهم شفت الواد منصور بيجي شبهك صح صح؟ انت تلاقيك بتحب 16 واحده عريان فات واحد، نصب في الحب يعني. لا مش قوي يعني، بس في منهم اللي كنت ايه بنصب عليهم وبحبهم في نفس الوقت. وسخ. عملت لك ايه انا؟ عملت لك ايه؟ حاطط نيرك من نيري ليه؟ انا لو عايز اذبحك دلوقتي هذبحك، بس انا مش وسخ زيك. ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ انتوا الاثنين حبس انفرادي عشان تبطلوا تتخانقوا مع بعض. يلا خدوا يلا يا باشا. هو خلاص مش عايز ولا كلمه. وادي يا سيدي الصندوق اللي اتفقنا عليه. معيش يا ريس طاهر. شوف بضاعتك قبل ما تمشي. عيب يا ريس، الدار امان. ويعني انت هتروح فين؟ طيب يعني طالما الدار امان فين فلوسك؟ وادي فلوسك اهي. تسلم تسلم وتعيش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ألف سلامة. كده حلوت على الآخر. كل صندوق أبيعه أسلك منه حتتين سلاح وأبيعهم لحسابي، ولا من شاف ولا من دري. بقيت احب الحبس الانفرادي عشان بشوفك يا سلمى. تكونش ناوي تورثني بالحياة وتكوش على الورث لوحدك، واختك ومرات اخوك ما يطلوش ولا مليم. ايه ده؟ انا حق؟ ايوه انت، بس ده مش هيحصل ابدا طول ما انا عايش وفي الروح. يعني ايه حق؟ يعني هكلم المحامي يعمل لي وصية بتلت الميراث لمرات اخوك وبنتها علشان احميهم من غدرك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده حق؟ ده ما يرضيش ربنا ولا شرع ربنا ابدا. بالعكس، ده هو ده الشرع اللي قال عليه ربنا. يبقى انت كده راجل ظالم وبتظلمني، ولو حصل الكلام ده لحجيب عليها وطيها وبكره تشوف. انت بتشتمني وبتعلي صوتك عليا يا كلب. بقول لك ايه، تلاتة بالله العظيم
قسما عظما لو رجلك دي هوابت عتبة المحامي لارفع عليك قضية حجر ان الراجل ده اتجنن وخرف. حجر انت مش ابني، انت مش ابني، انت شطان، انت قلب. بطل بقى الحركات بتاعتك دي كل مرة وتشفط قلبك وتروح مرمي على الجنب. ايه ده؟ بابا يا سوخ نايل، الراجل شفط قلبه ومات ولا ايه؟ جبت الحاجات اللي قلت لك عليها؟ ايوه يا كبير، بس انا عاوز اسال، احنا هنقعد هناك كتير؟ شكلها كده لما اشوف اخرتها مع عمي وعيالي. ايه ده؟ هما لسه عاوزين ال 40% عموله برضك؟ ما قدامناش حل غير كده. انا عارف انه طماع بيستغل وضعي، بس نعمله ايه؟ طالما الواحد مكسور لازم نطاطه ونرضى بالموجود. صح، والله يسامح عمك وعياله. عمل لنا حاجه ناكلها. عيني انت بتعمل ايه هنا يا ضيا منتن انت؟ ولا حاجه يا اخوي، ده انا بس سمعت الانارب بتصرخ فافتكرت في حرامي ولا حاجه. لا وانت امين قوي يا روح امك. اكيد يا اخوي، ما هي حاجتك حاجتي. لا يا اخوي حاجتك حاجه وحاجتي حاجه تانية، واياك تدخل الحاجات في بعضيها. اللي تشوفه يا اخوي. وبعدين حسك عينك تهوب ناحيه عيشه الارانب دي تاني. ليه هي فيها؟ ما فيهاش حاجه يا اخوي، ما فيهاش حاجه، بس زي ما تقول كده الارانب بتتنظر، واني كل ما ابص لهم الاقيهم اتمقتوا كده وخسوا وكشوا. ما تخافش يا اخوي، عيون الحبايب ما بتحسدش. لا بتحسد اليومين دول يا اخويا، بتحسد. طو عليك وعلى ضحكتك النتني. شدي حيلك يا حبيبتي، البقاء لله. شد على الله يا حاج، والله تعبناكي معانا. اوعي تقولي كده، ده احنا اكتر من اهل. الحاج طول عمره كان راجل طيب، ربنا يجعل نصيبه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. حبيبتي خلي بالك من نفسك، انت واخوكي دلوقتي ملكوش غير بعض. قولي لها يا حاجه، قولي لها ده الدم عمره ما يبقى ميه. والله منير مش مخليها محتاجه اي حاجه خالص، واخد عهد على نفسه قدام ربنا انه هيكون في مقام ابوها واخوها في نفس الوقت. محدش عملها قبلك. الناس طول عمرها بتترجى الرحمه مني ما برحمهاش، وعمري ما احتجت لحد. تيجي انت تعلم عليا؟ جميلك ده على الراس يا عمو، ومن النهارده يحرم عليا اذيتك يوم الدين. يعني خلاص يا لعلو، اصحاب واخوات وحبايب ولا هتغدر؟ انا بفهم في الاصول، وعلى فكره بقى انا كنت مزقوق عليك واخد عربون كمان. مزقوق عليا؟ مين اللي زقك؟ الواد زين. زين؟ ومين اللي زق زين ده؟ واد اسمه ابو لغم. ابو لغم وزين؟ بقول لك ايه، سيبك من ابو لغم وسيبك من زين، قول لي لعلو ايه اللي حدفك الحادثه السودة دي؟ ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا بتاع الصعيد، وكانت القضيه 6 شهور. انا افتكرت طمعي وغباوتي. ما انت عارف انا طول عمري شغال في البلطجه، قلبت التخصص وقلت اشتغل في النصب، طلعت الطلعه والتانيه، وللاسف بقى في التالته وقعت وشرفت هنا 5 سنين. ما دي غلطتك يا اخي العلو. هو سكتنا له دخل بحماره، كنت ماشي في البلطجه والاشياء بومبون، ايه اللي خلاك تغير الكارير بتاعك؟ النصب ده فلسفه، علم، شياكه، اخلاق، دخلت بالحمار خليه يلبس، البس. سيبك منه يا معلم، ما يقع الا الشاطر. عندك حق يا دبوب، ما يقع الا الشاطر. يا حسام باشا انا عايز اقول لك على حاجه، ما تزعلش مني والنبي على اي حاجه انا عملتها في حق الغلط، وعلى ماده ايدي اللي عايزه تتقطع دي.
سماح يا سيدي ولا يهمك. احلى واحده كوكو في الدنيا. طب بمناسبه القعده العائليه دي، مش عايزين تصلحوني انا كمان؟ صحوا صفحه جديده معايا. ايه في حاجه بس استاذ العلو كان واخدها مني في الاول خالص، نضاره مش شايف اي حاجه خالص. لعلو عشان خاطر، عشان خاطر حسام باشا النضاره. انا اكرمك يا رب حبيبتي، وحشاني قوي. ايه ده 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 ايه يا عم؟ في ايه شايف على الفريق ولا ايه؟ ايه المنطقه المعفنه اللي احنا قاعدين فيها دي؟ لا 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 خدها يا استاذ. خد ايه؟ خد ايه؟ البس، انا تعبت من جرجرتك طول النهار. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.